مفصلة عن المعتاد. قسم التسيير جنيه بثمانية وسبعة وأربعين مليون وتسعمية وستين ألف وأربعمية وثلاثة وثلاثين دينار جزائري. قسم التجهيز 2 مليار وثلاثة وسبعين مليون وتسعمية وستة وخمسين ألف وتسعمية وثلاثة وستين دينار جزائري. المجموع العام لنفقات الميزانية الإضافية لسنة 2018 هي 4 ملايير و421 مليون و918 ألف و397. يتم تخفيض المادة 383 الخاصة بالقطاع المقدرة ب 511 مليون و919 ألف و887 لنصل إلى المجموع الحقيقي للنفقات وهو 3 ملايير و909 مليون و998 ألف و510.20 سنتيم دينار. هذا بالنسبة للمجموع الحقيقي للنفقات. توصيات: بعد الانتهاء من عملية حصر الحسابات المتعلقة بالميزانية الإضافية للبداية لسنة 2018 ومن خلال مناقشة مشروعها الأولي، قرر أعضاء المجلس الشعبي الولائي رفع التوصيات التالية: أولاً، نظراً للاعتمادات المالية المعتبرة المقدمة من أجل دعم قطاع النقل المدرسي والمطاعم المدرسية، يوصي المجلس بالالتزام بالصرامة في التسيير والمراقبة المستمرة من مختلف الأجهزة. 2. ضرورة البحث عن موارد مالية أخرى لتدعيم خزينة الولاية. 3. تخصيص إعانة مالية في الميزانية المقبلة من أجل عملية ترميم وتهيئة السكنات الوظيفية التابعة لمصالح الولاية. 4. بما أن الصندوق الولائي لطريقة مبادرة الشباب والممارسات الرياضية قد رصد له مبلغ إجمالي قدره 80 مليون و733 ألف و308 دينار جزائري، فإن المجلس يوصي بتخصيص إعانة مالية إلى النوادي والجمعيات الناشطة. 5. ضرورة الاهتمام بالملاعب البلدية مع إلزامية تخصيص مبالغ مالية لتغطيتها بالعشب الاصطناعي، خصوصا الملاعب البلدي في سيدي ورياش واد الصباح وعقب الليل كمرحلة أولى، هذا بالإضافة إلى مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة. 6. ضرورة تفعيل عملية السبونسورين مع المؤسسات والشركات الاقتصادية لفائدة النوادي الرياضية بالولاية، وهذا من أجل تخفيف الأعباء على خزينة الولاية. 7. تخصيص إعانات مالية لفائدة الجمعيات الطابع الاجتماعي والإنساني في الميزانية الأولية المقبلة. 8. ضرورة تحسيس البلديات التي تتوفر على مؤهلات معتبرة وتعاني من ضعف المداخيل مع تفعيل دور قباط الضرائب في مضاعفة تحصيل جميع الرسوم الجبائية المستحقة.